New Year everyone, ونحن سنتنا جديدة بتبلش اليوم بأول تريقة من السنة. عنا guest بقلب البيت, يعني surprise guest بقلب البيت, أكيد تعودتوا عليه. توني أبو شادي صاحبنا جاي لعنا على البيت لأنه ما قبل تكون أول تريقة إلا معه. بلش بليه؟ لا لا عبشوف الحمص عادي. Good morning, إن شاء الله نكون سوا اليوم. Good morning توني, اشتقت لك. انت كنت امبارح حقنات بيدك الموبلون تومبلون تومبلون, عرفت كيف؟ ومبسوط فيه, فهذا الموبلون البلدي. وفي اجمل من الواحد يبلش سنته ببيض من برا لشبه وبلدي حلو. توني دق الباب وفات معه بساط اللبن, قلت له خير؟ اللي جايب معي موبلون بلدي, انت تبلش سنة بايضة وانت شوالي جيب كنافة هدو بعدكم سط حلو. 5 كيلو صلى الله عليك. هدو بعدكم سط اللبن في البرد اللي بتحلو فيه يومين هدو 5 كيلو شو هيك يعني؟ نيل توني وانا بفوت قربة اليوم هاي. ميرسي شرفتونا. رح نكون بالمطبخ, رح نتسلى, رح نلعب, رح نطبخ, رح نعمل ساندويشات, انا ميت جوع. رح نخبركم عن عشا امبارح عشية وشو حضرت, والجامبون يلي ما صورناه رح نعمل اكيد. بليلة فتة, لا فتة لانه ما بيقدوا بليلة وفتة, ما نعمل جات فتة مو كيف كانت السهرة؟ خبرنا كيف السهرة, شو عملت؟ شو بنعمل لها ترسل؟ ما نطلع تخت؟ بيشرب. لا كسر تختي كسر بيمشي الحال, تكسروا ليلة وابتنا على الأرض ترجع. باللوتيل بنعملها من نطلع تخت. مكسر اوكي, مكسر تخت شو تخته ما بيسوى بالبيت, بس بالبيت اللي كسر تختي بيبقى له تختك ما بيسوى. عرفت كيف؟ مخ مو بطيخ. طيب بدك نبلش طبخ بعدين نرجع بسألك كم سؤال؟ لا سؤال بعد, بدهم شوي بدهم بعد؟ طيب هالوقت هي انا بلش؟ ايه يس أوكي. انا عبالي ساندويتش جبنه بمغط بس مش مثل ما انت بدك. اوكي طيب توني قرب تنزح لي من الدار ولا نكون عايطة. عبالي نحن هالسنه كانت سنه حلوه. نال وطي النار تحت الحمص. ما بدنا نزيد لهم ماي؟ بدنا نوط النار. عم بنقول لك هون. طيب نحن كانت سنه كثير حلوه, في كثير عالم عم بتقول ان شاء الله هالسنه تخلص وما يجي عملتها. انا بقول كانت سنه رائعه, سنه من الاروع, ما يكون بكثير انجازات. اسمع نعم, كل شيء بهالحياه له حسنات وله سيئات. اكيد ما فيك تقول انه هي ما بتسوى. صح, وما فيك تقول انه بتسوى. صح, انت بدك تمشي بالزواريب وتاخذ المنيح وتعيش معه. كيف كانت سنتك؟ عيش على سوا كثير بجنن. اوكي احلى سنه إذا بدي أخذها مثل ما أنا بدي. إذا بروح على المقلب الثاني كثير سيئة. ولا بدي أروح على هذيك المقلب, هذيك خلص راح نسيني. هلا سنة جديدة. طيب مثل ما أنت بدك, كيف كانت سنتك؟ كثير حلوة بتجنن. شو عملت؟ سفرت لأول مرة. قعدنا بالبيت شوي زيادة, كان لي سنين مع بقى الحج كورونا. شو بضحك علي؟ ارتحنا مثل ما ارتحت كل العالم. اوكي ارتحت الطبيعة اللي حدا ما فكر انه مثلا بعد شهر ظهرنا صرنا نشم ببيروت ريحة هواء نقي. اللي طول عمرك تشم ريحة غاز تحت. في اشياء بتقطع على الحياة, الواحد ياخد منها المنيح وياخد منها العاطي. النحل بيعمل عسل. نحل بتعقص. بتعطيك احسن شيء. ليه بدي اخد على النحل تتعقصني؟ ما بيخد لها عسلية تتبسط فيه مثلا. بطل. حبيت. سنة كتير حلوة اكيد. كان في شغلة اللي بده يشتغل. في كتير شغلة اللي بده يشتغل. كتير شغل. في كتير شغل وما يقولوا لبنان ما في شغل. في كتير شغل. ايه. نحن دايما بنقول لكل العالم بتحضرنا برا انه الاخبار بمال. ولبنان بمال. مطلع. في مشاكل وين ما كان في مشاكل. مطلع. في ايام صعبة وين ما كان في ايام صعبة. بس كمان كان في وبعد في شغل. في شغل, في حركة, في عالم, في عجقة, وفي عجقة تأقلمنا على الوضع دغري بسرعة. في كتير جمعيات عم تساعد, ما حدا مقطوع من الدواء عم بيدبر حاله, ما حدا مقطوع من الأكل, ما حدا عم بينام بلا ما يأكل. وفي كتير ناس برات لبنان عم بتساعد لبنان وما حدا كتير عم بيساعد. اللي عم بيساعد خيو, اللي عم بيساعد خاله, اللي عم بيساعد جده وسته, كله عم بيبعت. بيبقى كم واحد ما بعرف, بس انه اذا بشدوا حالهم في شغل بالبلد يعني. ما
في شغل اللي بده يشتغل، في شغل بنعيدها وبنعيدها وبنعيدها وبنعيدها، في شغل ما بتقطع دم محل الا بدي موظفين بدي موظفين بدي موظفين بدي موظفين. نحن مش مقطوعين من شجره، مش عايشين بالخس. تغير كثير اشياء، تغير قديش كميه واحد بيطلع، تغير شو بيدفع، تغير قديش بيظهر، تغير قديش بياكل لحمه، تغير كل شيء. بس رجعنا على الاصل، رجعنا اتاقلم الواحد بيتاقلم يا اخي. كان صح. الواحد كان اللحام يذبح مره بالجمعه غنم ومره بالجمعه بقر. طب اوكي، مش ضروري كل يوم واحد يكون لحم 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 لحم، تزبط الحياه ماشي. ايش بقول فول خفف ولحم كله فول. ناسب اكل الوضع. طب ما نروح نشوف نال شو طبخت الليله امبارح، شو يعني الجامون تبعها، قديش اخذ وقت، كيف بتعمله، شو الفكره. وهين منه صعب، مش ضروري نعمل فيه فيديو ساعه، وبنرجع من بعدها بنخبركم عن شو تعلمنا بسفراتنا السنة. بدنا نخبركم كيف بياكلوها. شو حياتي؟ شو يا حياتي؟ شو اكلتوا امبارح بالبيت؟ نحن امبارح بالبيت جوزي كان عباله عملنا الكريسماس هام، لانه السنة ما عملناه على كريسماس لانه كان عندنا التركي تبع كاندي، فبما انه اتس تراديشن قررنا نرجع نعمله على راس السنة. Okay. يلي هو هام اللي بنشتري من السوبر ماركت بالوقية وبالكيلو، يعني التراشات تبع الساندويشات. هام جامبون عبالي بتطلع معك بيكي وصيف، هنا فرجيه من جوا كيف. اوكي، فيه كتير كيردان، بدك تكون كتير تنتبهوا ما تاكلوا لكم شي كيرداني بالغلط، دايما شيلوا على جنب. هذا جامبون يا شو حلو، توني شوف لمعته، شوف شكله شو حلو، رائع. اوكي، كيف تعمليه، شو بتشتري، كيف بتحضريه، مع شو بيتاكل؟ هيدا جامبون عادي، هاي نوع جامبون على براد الشاركوتري. بليز ما تجيبوا شيء يكون كتير غالي، ما له معنى. سو منجيب الجامبون، هو الجامبون بيكون عنده لما بيكون قالب كامل، سوري داي وسخين، بس لما بيكون قالب كامل بيكون عنده كروت دهنة حوالي، نقشر كروت الدهنة، هيدا أهم شيء، وإلا الجامبون تبعنا ما رح ياخد الجوسس اللي رح نحطكم بعدين. نقشر كروت الدهنة. هلا موجود الريسيبي بالهايلايتس تبعولي، يعني لا ترجعوا تشوفوها على رواق. ومنقص نعمل نوع من ال هيك، يعني بناخذ السكينه ومنقص بهالطريقه، نرجع منقص بهالطريقه، بصير عندنا لوزانجات. اوكي، تا نحط كبش القرنفل بين كل وصله ووصله، بنحط كبش القرنفل منشكه كله. اوكي، لما منخلص نشكه منجيب الباينابل. اوكي، هدول كانز منن طبيعي، بتاخذوا الباينابل كانز وبتشكهم كلهم على الهام بهالطريقة، طيب تغطى كل الهام. هلا نحن انا عم فك هون تقدر قص، هلا بيتغطى كل الهام. نرجع منجيب هول التشيريز، بعتقد اسمهم انتوني ماراسكينو تشيريز اذا ماني غلطانه، اللي هن التشيريز تبع الكوكتيل اللي بيحطوه بالاماراتو صبر وهالاشياء، منشكهم وين ما كان. مين وايل بطنجره بنعمل باينابل، بتقصون كيف؟ كامل حكي كيف بتكفي؟ طيب اوكي، بس كمان انا فيه كامل حكي وحط لك هاي بتمك. اوكي، مين وايل بطنجرة بناخد الباينابل، بيكون عندنا باينابل اكسترا كانز، منقصهم كيوبز منحطهم بالطنجرة، منحط معهم باينابل جوس والجوس تبع الكان وسكر اسمر، كتير سكر اسمر وروزماري، نغليهم تيصيروا نوع من المربى، بس ما ضروري يجمدوا على الاخر، يعني انا غليتهم حوالي الساعة، لا اقل، النص ساعة. اوكي، حطينا هيدا الهام بصينية، كبينا سوري نسيت اقول لكم انه اول شيء دهنت الهام بال متعد الانسان، يعني الجرين ماسترد. اوكي، سو حطينا الهام بالصينية، كبينا الصوص عليه وزدنا عليه باينابل جوس، ورجعنا على الهام بحد ذاته، كبينا هاني جينيرس اماونت اوف هاني وسكر اسمر، بنحطه بالصينيه، بنغطيه بالالومنيوم، لازم الالومنيوم يكون عالي عنه يعمل هيك افي بول، بنغطيه بالالومنيوم بنحطه بالفرن على ال 200 درجه. اخذ امبارح معنا للساعه
اعطيني اي ساعة خلصنا السوشي كيك؟ انا اكلت 8:30. لا اي ساعة خلصنا السوشي كيك مبارح؟ على الخمسة. ايه اخذ من الخمسة للساعة 8 طبخ بالفرن. بنبلش اول شيء ساعتين للساعتين ونص مغطى بالالومنيوم، بعدين بنفك الالومنيوم بيعمل هيك شوية حريق بس هيك هو اطيب. بنشيل الجامبون من الفرن، بيبقى عندنا الصوص وشقف الهام شقف الباينابل اللي كانوا بالصينية، بنحطهم بميكسر بنخبطهم كلهم سوا، بنزيد لهم ملح و that's it. انا بزيد لها برجع لانه انتوني كثير بحب الماسترد، برجع بزيد ديجون ماسترد وموتارد على الانسيان. انتوني بس فيك تعطينا الصوص من البراد تشوفوا كيف تطلع الصوص. صوص ايه لازم صوص. يكون شي محل صوص بتلاقيها صوص عجيب يا معلم صوص. صوص صوص لتر اللي بيطلع لونه اصفر طبيعي يعني واو بيوتيفول. يلا رح اعملكم اوكي رح نبلش هلا بسندويشات. رح نعمل ما بعرف قلت لي ما تتدخل ما خصك، اللي اكيد منه انه رح نعمل فته مع توني طالما يعني وايل ان ذا بروسيس. نال عم تعمل لها سندويشات بهالشكل، حضرت من امبارح خبز بلشت تشط ريلتي ما يجوع، في انا شايف على الطاوله شويه جامبون شويه زبده شويه موتار جايه معنا من كولونيا مش كولونيا كولونيا المنطقه وجامبون عم بينقص اند ريدي. توني انا ما كفي ريدي؟ انا ريدي. طب يلا بلا ما تكتر حكي بنكتر حكي فتة. شو هي الفتة؟ ليش اسمها فتة؟ فتة لعبة؟ لا لانه هاي الفتة مثل اكلات كل الاكلات اللبنانية كانت يعني كانوا يجمعوا شو عندهم ويعملوا منهم شيء، كيف عملوا التبولة كيف عملوا الفتوش كيف عملوا هالاشياء، فكانوا يجمعوا اشياء ويخترعوا فيها، هذا هو اللبناني. فالفتة يا سيدنا كان يبقى عنده شوية خبز كانوا يحمصون او كانوا يابسين مشان ما يكبون، يحطون شوية لبن شوية حمص شوية بهارات، وكانوا يحطون صنوبر لانه كان شجرة الصنوبر فوق البيت. اها عرفت كيف؟ هلا شجرة الصنوبر بعدت على البيت شوي بعدت كثير بعدت على لبنان ف ويعملوا اكلات. هلا اوكي اجى وقت انفقدت هاي الاكلات لانه نزل الانسان نزل على من الضيعه على بيروت، فببيروت رجعوا احيوها وصاروا يعملوا فتات ويعملوا هالاشياء ويعملوا نحن اكتشفنا بسفرتنا انا وياك فتت حمص وقتها بتتذكر، وبيحط ياخذوا حمص بيجوا يحطوا معه خبز وبيخلطوا، يعني هي الفته هي الشيء. خبوصه اكتشفنا ما كانت طيبه ابدا خبوصه. استحيت انا اقول لك يعني انا ما بستحي بدي استحي مخبوسك اوكي فتي ان ذا بروسيس كيف واحد بيعملها بالبيت. يلا بلشوا لسنكم بشيء ابيض هاو تو دو ات. يلا راح بدنا نحمص بدنا نقلي اليوم بما انه جامعتنا ما فارقه معهم الدايت بدنا نقلينه الخبز عليه. عم بحط على انستغرام عم اقول انا طب شنو ما ترين شيء اوكي توني شو اوكي توني اول مره كان بيسافر بحياته بالثمانه قبل لك ما بعرف مين قال لك اول مره هيك كهنت يعني طب اوكي اول مره معلش زبطت معه بسافرته ال 110 هالسنه من بعد ما سافر مزبوط ايه كل السنه شو حسيت 103 لا يعني اذا بدك تقول عن جد بدنا نشيل المزح ايه؟ بدنا نقول لحدا ما صار له بعد او ما ثاقبت او مش مقدر او ما بيعرف اجمل شيء بالسفر بس ترجع لبنان اجمل شيء بطحني اجمل شيء بالسفر بس ترجع لبنان وحياه الله كون اشتقت له هيك قلبك عم ينبض طيب كان غير السؤال اوكي شو واحد بيتعلم من السفر يا توني انا بحب لبنان اكثر ما بيتعلم بيتعلم حبه لبلده اها بيتعلم الاشتياق
ليك هلا ما نزيد هذا شلنا المزعج انا السفر كثير حلو السفر بتشوف عالم بتشوف ناس جديد بتحرق الزيت كمان بتحرق الزيتات بالسفر بتتعرف على عادات وعلى اشياء انت كنت هون ببلدك تقول عنها مش منيحه بس بدك توصل لوقت بعدين بدك تعطيه الاكسكيوز للشخص الموجود هونيك انه هيدي حياته فبدك تتقبله مثل ما هو ممكن يجي على لبنان ويتقبلك فتتعلم منه بتتعلم طريقه ثقافته تتعلم تفكيره كيف تتعامل معه لانه انت رايح عنده عرفت هو بس يجي عندك لازم يعامله بالطريقه ذاتها شو تعلمنا هيدي السنه فرنسي اوكي اسبانيول كان بدنا يستفيدوا منا بشيء شو بيت اوه على التوستر في احط هون الخبز المحمر الجبن غير شكل جامبون شوية اوكي اند اون تو هذا شو زيت او زيت هذا التوستر اندستريال لازم يكون بكل بيت لانه بيحمى بغير طريقه لانه بيطلع الساندويتش غير شكل لانه شقفتين حديد غير شكل هلا بيصرف 10 امبير توني توني شو تعلمنا عن جد هالسنه انا وياك بدنا نعمل اوفر فيو عم نعمل هلا طيب عم نعمل بنتعلم نحن عم نقليها طيب يلا شو تعلمنا تعلمنا برم نعطينا اذا انت بدك ترجع تشوف ثلاث سفرات عملناهم سوا اوكي شو خلاصتهم؟ شو تعلمت منهم؟ شو بتعلم منهم؟ بتعيدهم أو لا؟ شو عبالك تعمل ب 2022 بس ما تسمع؟ ايه وخبرنا بليز اوكي السفرات تعلمنا منهم هلا ما رح أقولكم إنه الواحد بيرجع بيشتغل لبلد وكذا بس لا بس بتشوف أشياء جديدة حقيقة تظهر لبرا بتشوف عالم جديد غير اللي بتشوفه هون يعني المصر اللي بتشوفه مصر غير المصر اللي بتشوفه لبنان لبنان بيكون عمال يجرب يحاول يعيش مثلك بتروح لهونيك بتشوفه بتشوفه على بركته بتشوفه على طبيعته بتروح على الأردن بتشوف الأردن غير الأردن اللي بيجي على لبنان بتشوف طبيعة الأردن الهادية الرائقة بتحس حالك أبدا الأردن أنا حسيتها كأنه طلعت على 1200 متر وطلوع رواق يعني خرج الواحد يروح يعمل فيها الفاكيشن تبع التقاعد تبعوله بالأردن قد مريقة قد مريقة دبي كتير حلوة عروس جديدة بعدها دمسال حلوة بعدها طارت لي فا هاو هني ولا تيستينج لايف شو عاملين هون؟ لا لا كيف لا؟ لا 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 افتكرت هور يعني ايه سلامي ومايونيز حطينا زبدة ملحة قشرة ورجعنا حطينا خردل اللي جبناه من ألمانيا ورجعنا حطينا ما بعرف هذا مانو سلامي سوسيسون ده عندنا بيسموه سوسيسون في أوكار وزدنا المايونيز فيها ماسترد جرينز عليهم والخبزة هي خبزة زيتون طعم الصبي لا لا أيام صعبة كبير ايه كفيلي ايه كفيلة بدي اكله بدي اكله بدي كفيلك بعمل لك دعاية كمان لشيء من طولش يعني اللي دخيل الله خبرنا شو تعلمنا هالسنة بدي نتعلم هالسنة بدي انا اتعلم منك بدي اعرف بدي ايه بلع بلع طيب هالوقت هاي كريم Good morning هاي كريم كريم يب خبرنا شو عن هالسنة شو تعلمت كيف كانت منيحة عاطلة كانت from my side بتعقد نيو اديتنج ستايلز سفرنا كتير تعلمنا من الاديتنجز لقدام تنحسن اديتنجز جديد وماني نيو ثينجز كومينج تو 2022 بلشنا ندوق اشياء اكتر نتعلم اكتر وعم بيكبر تيم شوي شوي اميزنج جامعة حياتها خبرنا جامعة. عن موضوع خبرنا شو صار عنا شيء اسمه NGNO Vespa لونه احمر سو يل سبوتد اول اوفر بيروت ولبنان عم بيعمل شوارب هيك مثل شوارب كمان تبعون فخر الدين سو بيزبط مع الهلمت بروح فيها على الجامعة very cool adapting to what's happening طموحك تصير دراج يعني؟ لا بس حلوة ما في عجقة بقطع بين العجقات cool smooth great 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 طيب انا لقطت الكاميرا وبلشت شوف كتير اسامي في 160 شخص اسم الله عليهم كلهم سوا جايين كرمالك طيب تخبرهم شو تعلمت هذه السنة طيب القهوة والبي والسي والدي شو تعلمت يعني
ما تعلمت الفول والبصل، تعلمته بلبنان ولا تعلمته بالأردن. تعلمت بس الشعوب الجديدة بتفوت عليها، بتشوف تقاليدها، بتشوف حياتها، هذا تعلمته. بس تعلمت الفول. لا خبرني شو تعلمت من الناس اجت لعندك، كم إيه؟ جنسية اجا، قديش اجا عالم، إجا كثير عالم، شو بتترك ذاكرة، خبرنا شوي. اجا لعندي من كل دول العالم تقريبا تقريبا تقريبا، بعد اجا لعندي من موسكو، اجا من عندي من اوكرانيا، من اوكرانيا اجا لعندي. هيدي هاي خبرية حلوة. اجا جاي معه وحدة من استراليا، ف قالت لي بدي طعميه شيء هيك لبناني وكذا، عملت لهم كذا شغلة، عملت لهم البيض معلقي، فلقيته عم بيعيط لي بعد شيء خمس دقايق، فكرت في شيء يعني، رحت عنده على الطاولة قلت له شو هيك. هو بتعرف الأوكراني بيحكي كسر يعني 100، عرفت كيف؟ فقال لي أبو شادي I will come back to Lebanon to eat this one. قلت له يا أهلا وسهلا فيه. إجا لعندي أمريكان، إجا لعندي، إجوا البرازيلي السنة لأنه صرنا أرخص من البرازيل، إجوا من فنزويلا، صرنا أرخص من فنزويلا. بعده كل شيء بلبنان بقوته وبعظمته وبحياتي ذاتها ما بشي تغير. هلأ فرصة لكل لبناني برا، كل لبناني برا موجود برا، بيجي لهون بيعمل فاكيشن، قد ما انه رايح يقطع من ضيعة لضيعة عندهم ببلدهم، بيجي لهون على لبنان بشوف اهله، بشوف قريبينه، بشوف ارضه، بشوف بيته اللي صار مهبط، صار لازم يعمره عن جديد، يعني تركوا 30-40 سنة رجعوا على لبنان، ما بيعرف مرة. جريت نرجع. هاي حياتي. هاي الكل عم يحضر، الكل هون، كل المودريترز، كل الناس. بسلمي على الكل كل كل، سلمي على الكل كل كل. مرسي لماري يلي عطتنا very generous donation. Thank you so much ماري، اشتقنا لك امبارح، كنت عم فكر فيك. و I hope انه هالسنة تكون روعة عليكم مثل ما كانت سنة الماضية يعني. So هلا عم نعمل امبارح جبنا دقة الصوص. لحظة خليك بأرضك رح قلك شو بنعمل. صوص لا نيل، لا لحظة لا يعني لا. توني لحظة لا يعني. ما تلبكني لا يعني لا. هيك لحظة هدي شوي وخليك ناطر، وهاي خليك ناطر توني، وعا تكدوش توني، كبشتك توني. نيل ما بدك تمي ساعة هيدي. اوكي منها انت بتحكي شوكي وسكين وصحنا من خلص لقمة وحدة كاتوني. انا بدي اقول شغلة. اخذت قضيتي هيدي السنة انه حمس كل الناس تعمل اكتر واكتر سولار بانل، تستعمل اكتر سولار بانلز، وتخفف كلها مزود. عتلت همك والله، عتلت همك. عملت شغلتي، خبر العالم، قول حرام ضيعوا مصرياتكم، المازوت عم بيغلى، عم ندفع على موتورات الكهرباء اللي عم بياخذوا مصرياتهم كيف ما كان، فيكم تركبوا سولار بانلز ان كان بلا بطاريات، فيكم دغري اون جريد بنهار ساعات في ضوء، فينا يكون هلا البيت كله مضوى، التوستر هيدا ال10 امبير، هيدا التوستر الكبير داير، بدي افرجيكم شغله بس لتتعلموا، اذا نتعلم منها اخذين صفر من الدوله. سو هلا بس ما فيكم تطلعوا بالأسانسور. 7 أمبير. لا هيدا غير شيء. 7 أمبير من الشمس. لو تزيدوا 7 كنا طلعنا بالأسانسور، مدروا اطلع بأنا على الدرج يعني بالعتمات. ما تتروح هيدا وتاكل أكتر. هلا هالثلاث طبابي مستعد اطلعنا زي بروح هيدا. لأنه هيك هيك نقطة. توني. وين صرت؟ شو أنت وتوني؟ عم ندوق. أنتوني. عم ندوق. كريم. مرسي. خبرنا. طب هي الفكره كلها سوا انا جاي بعدها نقول فتت. فتت اتس جود تريبل فتت. ايه السنه كريم تعلم فرنساوي يا جماعه. جيرمي. كيف فرنساوي مش الحال هلا؟ ايه عم تعلم الكونجيزون بار في تبع فيرب الي او بريزون. اها هيك شو طلع دكتور مايك عم بيساعدني. يعني بنقول جو في
tu vas, il, elle va. Nous allons, vous allez. Il m'a s, elle m'a s, bon. لا كتير قوي الصبع عجل يعني هو ومارك قوي كتير صراحة عجل عجل تبتعوا دوقكم شي هلا آه. ليك تعال غير له اسمه لمارك نسميه مارك كاري مارك بيروتي شو رأيك؟ so wow looks nice اوكي يلا تفضلوا شباب وين الفتة؟ بعده بياكل؟ طب عم بحد شيء تحضر سؤال ساعه انتوني ما فهمت انتوني ده تبعينا خبره خبريه حبيبي نعم انت وقت بتاكل حدا بيقول لك معينه لا ليش حاطط عايرك بعير الناس نعم هم ايوه مرة صبحية عندك عظمي يا حبيبي ضعك اليوم عجبتني الفكرة واو رائع بحترب على القلب صار بيكون الجامبون مطبوخ وسميك بده جبنة صفرة أسادة تبعها عالية شوية صوص اللي هي فيها شوية سويتنس بالآخر وات ا بالانس شاطر على المرأة ايه توفيق بالنهاية ايه والله عن جد مش اثنين ثلاثة بكثر شلون الفتة ما رح ناكل يلا انا بطبق بالخمس دقائق من هنا خلاص تيركس تيركس فرنسي اي حجم توني نعم هاي Yes, Marie, I understand. Good morning, everyone. Thanks for joining. صباح الخير للجميع. مرسي لأنه أنتوا مشكركم عم تحضرونا اليوم. كل اللي حبونا هيدا السنة حبينا نبلش معكم أول السنة الجديدة وبوعدكم أن هيدا السنة الجديدة رح تكون من أروع ما يكون. سنة عجائب، سنة إنجازات، سنة تحديات، سنة ضياء، سنة سفرات، سنة محبة، سنة ضحكة، سنة دايما نشوف إشي حلو. كل حدا بلتقوا فيه بخبركم كيف كانت السنة الماضية إن شاء الله بتقطع وما بيجي بيقطع غيره طب وآخرتها ما اللي قبلها كمان واللي قبلها كمان واللي قبلها كمان خلينا نقول قديش حلو امبارح ساعة كنا قاعدين بالبيت مع الأولاد قضينا ليلة بتعقد فبتقطع بين يو تي في والام تي في ومدري شو كله دراما كله دراما كله دراما طب ما صار شيء منيح هذه السنة ما صار في 800 معمل فتحوا جديد ما صار في 3000 بيت عملوا موني وطلعون ما صار في تصدير على كل بلدان العالم ما صار في زراعة 50% من أرض لبنان ما صار في أجانب اجت على لبنان ما صار في محلات اشتغلت واشتغلت واشتغلت ما صار في شيء حلو فبليز خلي هالسنة تكون حلوة قولوا شكرا على السنة الماضية وإن شاء الله هالسنة تكون بعد أحسن وأحسن هاي شو زيتها بس حطيت لك مايونيز ثانك يو نحن ما كنا قدرنا كفينا لو ما انتم معنا وعم تحضرونا وعم تعملونا لايكات وعم بتدعمونا ان شاء الله هالسنه بنكون قد وقدود لانه مسؤوليتنا كتير كبيره على ليكم تجاهكم فنحن مكفيين على هالاساس حياتي بنقول لهم ميرسي خبيرنا مسالتك الك كيف كانت السنه شو تعلمتي شو عبالك هيك تو شير وذ اس قبل ما نبلش من جديد السنه كانت بتعقد اخذنا احسن شيء منا وما فكرنا بالعاطل في عاطل اكيد مش عايشين بالخسة في عالم بتقلنا انتوني ونيل عايشين على الغيمة او مش واعيين على الوضع او لانه هن منن عايشين الوضع سو انا بدي اقول شغلة كتير مهمة يمكن سائلة شوي بس مهمة اول شيء يمكن كلنا لازم ناخد السنة قرار انه not to judge people anymore ولا للمنيح ولا للعاطل يعني اذا اتليست ما بيقدروا يفكروا بالمنيح ما يفكروا بالعاطل هيدي الشغلة تاني شغلة كل إنسان هو وربه شو عم بيعمل حواليه وكيف عم بيعمله so, هذا موضوع أنتوني ما بيخليني أحكي فيه باي ذا واي هلأ بيكون هو عم بيكرفت بس I find it very very unfair لما العالم judge you بسوشال ميديا ومثلا إذا واحد نزل صورة ساندويتش في عالم عم بتموت من الجوع في عالم عم بتموت من الجوع وقلي أنت شو عملت لهالعالم اللي عم بتموت من الجوع قلي بشو The fact انك انت عم بتهت حدا رح يتعميهم لهيدول العالم
وقال لي ليش ليش بدك تنتقد؟ إذا you don't like the person, just don't look at the content. إذا ما بعرف إذا في شيء مضايقك, you can send شيء constructive. So سنة تعلمت, أنا تعلمت أول شيء لأنا كنت كتير انتقد, تعلمت إنه ما انتقد حدا, إنه الإنسان اللي بيزعجني بس أبعد عنه بلا ما يأذي, بس بلا ما هو كمان يأذيني. وإنه إذا في شيء مضايقني فكر أول شيء أنا شو عملت تصلح هيدا الشيء, وإذا قدرت تصلحه بيكون منيح, إذا ما قدرت تصلحه خلاص. سو كانت سنة كتير تعلمت فيها من هالناحية, وتعلمت إنه كل ما ضحكنا كل ما بيجينا خير أكتر. شو عامل هون؟ بشربك شو عامل هون بالوقت؟ هيدا الخبز مش للبلبن؟ شو عامل؟ بنستغل الأمر بأنه هاي سخنة وهيدا حديد. إيه. عن إحنا بدنا نكسر له صوته لللبن بس. آه. ما بدنا نسخنه, ممنوع يتسخن اللبن. اوكي, وهذا الخبز هون المقلي. اوكي, حضرني. شفتك حطيت شويه ملح, دائما باللبن بتحط له ملح. أيه. ليش اللبن بتحط له ملح؟ اول شيء لانه اللبن فيه حموضه وفيه حلاوه. اوكي, نكسر له اياها بشويه ملح بس. زيت. طيب طبخه صار قريشه بعرف مولعين تحت مجمر نحن يعني. توني هلا انت لانه الوضع وهيك وقفت السندويشات عندك بالمحل, بس انا بدي ادوق سندويشاتك, شو بعمل؟ لا هلا خليني خبرك شو. انت كنت تعمل سندويشات من زمان. ايه, كنت تعمل كل شيء, كان سناك. ايه, وفول وحمص. مزبوط. اوكي, انا هلا ما بعمل سندويشات لانه الساندويش ما بقدر سيطر عليه. يعني انا عم بعمل الفول وهالاشياء, هي مش اسعاره. يعني اذا انا بدي اجي رقمها مزبوط مش سعره 50,000. هو اذا انت بدك تربح تكون مطعم تقدر تعيش هالخمس عيال اللي حواليك. ايه, قد لازم يكون صحن الفول؟ مينيموم 100,000. مينيموم 100,000, وانت مفحطه ب 50,000. ايه, يعني اليوم انجا تكيت وتاكل وتشرب. هاي لدرجه انه حقيقه عم بشتغل نار الحمد لله. اللي بيقول كتر خير, عم بشتغل نار شغل. تجي اخر شيء فاتوره الموتور مكسوره عليا مثلا, ما عم نروح لكازينو مثلا. بس اهم شغله اللي بدنا نقولها للكل ونتعلم منها انه هيدي فتره ضيان, فتره هيدي اللي بيقطعها وبيطلع منها حتى لو اعرج معناته بطل 100%. بطل هاي فترة ما فيك تربح فيها. صح, ممنوع تربح. بدنا نضاين, بدنا نكفي, بدنا نخدم, بدنا نتدفع منيحة. ممنوع مثل ما عم بيصير هلا ب 90% بالاشياء, ما راح اقول مطاعم, بكل الاشياء, انه اوكي انا حطيت هذا الرقم عم بعطيكم بضاعة بهي القد. لا, وبكره ايام العز والربح, بكره جاي رجع ايام عز 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 على لبنان. بده يرجع لك عز انتوني, طلع كل الفرق انتوني. مثل ما بقول لك كل العالم, لبنان اوضه ومطبخ حمام, قد ما تخربت فيهم بيما بيزبطوا, قد ما تخربت فيهم زغطور. يعني زغطور زغطور, وعنده عنده عنده ناس برا, عنده ناس بتحبه, عنده دول بتحب لك. ما رحت على ثلاث دول, على الاردن, على مصر, وعلى دبي. ايه, كيف عمين رحت انت هون؟ ما مع خبر؟ لا, وين كنت؟ تعرف ولا كنت اخذتك مع مش عارف وين. ف لقيت العالم هونيكي, اللبناني له قيمه, اللبناني محترم, مش لانه هو كشخص, لانه طالع من لبنان, لانه طالع من لبنان بيحبوا لبنان. تذكرت شغله. ايه, تذكرت شغله هالسنه. قول. بدنا نرفع دعوه. ايه, على شركه الطيران. نرفع لانه سنتور مش عاملينها طول كفايه لعلك. هيدا اسمها ديسكريميناشن. تعرف لو كان في مضيف كتير حلو حرام. ايه, بتروح بالمغليطه. لا لا, ايه, وعدني الكابتن بده يسوق الطياره مشوار شوي مشوار شوي, بس لقونا على الطياره بنصحكم تهربوا كلكم. لا ما عدني حرام. هربوا. جربت توني يسوق فيه ثلاث سفرات, هربوا. هربوا. ايه, هربوا هربوا. ليه يعني انتو شو بيك يعني؟ خبروا عن المفرق اللي فايده ثلاث مرات. مش الحق علي, الحق عليه هو. خبرني, قال لي خبرني خبرية, سألني عنها, خبرته إياها. هيدي الخبرية بتعصبني. فلفيت فيه أنا على بقلوله دوار عجيبي آر عجيبي آر من هونيكي. لا بتقول شو بقلوله هونيكي, بقلوله شو بقلوله غير عجيبي آر. فلا عجيبي آر عمالينا الأمير السلطان شيخ زايد. شيخ زايد. كان انا عم خبره الخبريه
بدكم تشوفوا قديش هو بانه قطوط مبسوط بالخبرية ومبسوط بالمشكل اللي عمالي يحبكوا بالقصة. فأوصل لهونيك وقفنا على الإشارة عم خبروا إياها، لفيت من الإشارة رجعت لورا شي كيلومتر لورا، نزلت من تحت الجسر رجعت لفيت أنا خبروا خبرية وقفنا على الإشارة، كل مرة توقف على الإشارة عشر دقايق مش توقف على الإشارة هيك، رجعت لفيت ورجعت مرة تانية ولا قال لي، رجعت رحمت تحت كيلومتر تحت الجسر رجعت جيت وقفت على الإشارة عم لف ورايح هونيك حكي من بعد لفتين للثالثة، الثالثة والله الرابعة هي الثالثة، قلت لك خلص ايه قال لي خلص enough ايه قال لي enough قلت له شو ناطر يعني اوتوبيس قال لي توني صار له ساعة بيبرم فيي زيت المحل بس انا بلقيت توني معه حق. قاعد حد واحد بالسيارة بدك تسوق وبدك تطلع على جي بي اس لانه هونيك الطرقات كتير حلوة بس كتير هيك فيها ما بتعرف تكون رايح بتمشي وبدك تتسمع عليه هو عم بيصفر وعم بيغني وبده يشتغل على هيدي على التليفون وبده يسألك أسئلة وبدك تصور. قلت له يا عمي بالنهاية أنا مني أخطبوط مني ما مات ما عندي ثمانية وما بدي أخذ ظابط انتبه وانتبه للرادار. أخذنا شي ظابط مين اللي طعش السيارة؟ مين اللي طعش؟ صح حط على السيارة برا واحدة عشرة أيام مع السيارة مثل الهفاف الجنة لا صبت ولا شيء ولا شيء ولا حدا قال له 30 ثانية كفيلة بأنه أكل نصيبه. طيب وين صارت الفتة؟ دخيل إجريك الفتة طيب ليه مستعجل؟ ما عارف يعني يلا بس هيك هيك والله هيك مثل ما صبري يلا قوت هيك شو هيك؟ ما لك شي شغلة بدك نرجع لهون أو مبسوط هونيك؟ هلا خلينا نخلص من هون نال في وراك شي تبي ما تقلي ايه ما بدنا نحضر حالك انت عم تحضر حالك يمكن نال بتخبرنا شو عن هيدا الفامبري وشركة طيب امبارح قطعت عند فيني اقول اسمه ايه حياتي قطعت عند نيل انا كثير بحب خبزاته وطلبت منهم اذا عندهم بان بريوشي قالوا لي ايه للفقره سو عطوني هيدي الخبزه رائع مش معقول شو طيبه وهن قصوا لي اياها هي بتجي شكلها مثل الكيك هالقد تقريبا خبره وهن قصوا لي اياها انا حطيتهم بالفرن شوي عشيه وسخنتهم قبل ما كانوا مع الفقره هلا اليوم عملت له اياها لاونتوني سو شو عبالك اعطوني فقرة؟ مثلا يلا يوجد نحكي عن الفقرة مع مين؟ الفقرة تبعنا مثل كل سنة من 10 سنين يمكن من عند كانديا غي يلي هو انا بنظري اتشب فقرة ما اقول له حد ذكره تعطيني الجلي مفروض تكون ميلة الشمال فوق لا هيدا مش الجلي ميلة الشمال فوق ما انا فضيت الابريكوت ورا مرت بين الابريكوت ايه فينا نقلكن قديش الموتارد شغل مهم لدرجة بحب الموتارد انا باكل الموتارد مثل اللبن فينا نخبركم كمان على الكبيس الكورنيشون تبع ايادينا نروح مربين يلي هو قيادينا كورنيشون يلي اجمالا بتقولوا هولي جايين من فرنسا هول صنع في لبنان يس شو سمعناكم مطارد بالمعلقة هلا ايه اش بيصير لا ابدا سلامتك بس لازم دورتون اول شيء رح عمله لأ وحدة ورا فواغرا لبناني 100% من المزرعة لشغله لهالفيناس الموجودة فيه كأنه معمول بأوروبا الخبز البريوشي اللي بياخد العقل الجولي بتعطي شوية سويتنس شوية مثل مربى إذا بدكن توني I'll give you the pleasure لأنه جنون ما أنا ما بدي هو عم يخصبني شفتو؟ مش معقول. ما راح.
ضيعتها؟ اوكي هيدا هي وين راحت؟ ليش انت تاكلوها هيك؟ لانه اللي بتاكلوا منها شقفة ايه احية ايتها ايتها ايه فهي هي بتاكلوها شقفة صغيرة مثل ما قلت لهم هاي بتكون قدامكم 20 واحد بس بما انه هلا لواحد ما بتاكلها كلها شبح حدا شايفنا؟ لا لا ما في حدا بعينيك عم نروح المطبخ معنا فعلا 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 وبدون مجاملة من احلى 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 اشياء صارت ما في عندها السنة هي اني سافرت مع هيدا الزلمة 10 ايام كل مرة ولا اطيب ولا ألذ ولا اروع ما بيطلع حسه عم بكذب ما بتسمعه صوته ضحك كل الوقت احترام كل الوقت دعم كل الوقت يا ما نطرني تخلص اجتماعاتي يا ما سئ فيي يا ما اهتم فيي تأتروى يا ما نطرني عن جد بتعقد فبعد ما قلت لك مرسي من قلبي من قلبي من قلبي هلا ما تاخذها سيكة 22 كمان سفر انا في اعترف انه والله ليش في حدا عزمنا على الفوتوغراف اللي بتشوفوه بالوجهه مش مظبوط عنده صاحبه ايه معجبين على البرتغال معجبين على استراليا معجبين على امريكا ما بعرف ما شو معزومين وين خدنا بكره تسيسر الامور شوي يلا كريم فوق رقلك رجعنا على الفته يلا حرق ديب الفته صار 40 دقيقه ناطرين كلمه الفته ما بتتحمس كما تكون اتشاب هيك ما تنسي هون يلا جايين اوه ايه انتوني بدي اياها هيك ما بدي اكثر لانه بزت لها شيء حياتي حياتي بعد روقي لك شكله بس انتوني بدي زت لها فيري سكسي ثبت عليك اوكي توني فيري سكسي فيري سكسي خير انضرب الصبر انتوني بس ما بدي اياها تدوب كومبليتلي وتلزق اوكي فتي فتي مش حمصافي يعني لكن مكونات الفتة هن خبز مقلي ايه؟ افضل لانه محمص بتش مظبوط حمص حمص هون مش حمصاتك على لا بس انه مش عامل بصديق بس شكله حلو مشغولين صح تمام اوكي جلا كلهم رشة كمان ملح ملح توني عندك استراليا كندا اوروبا لبنان يعني عندك كل يعني انا اكيد كل بلدان العالم عم تحضرك هلا نيوزيلندا عم يحضرونا نيوزيلندا عم يحضرونا هلا نشوف يمكن نيوزيلند هلو اوكي اوكي نيوزيلندا يعني مش كل دول العالم تحضرنا اوكي ما فينا نكذب على الجمهور ايه مظبوط هيك الكمون قدامك اذا بدك هون بتحط كمون بفتت ايه رشه صغيره كان شيل التوستر لانه عم بحس بلشت حتى فنزويلا عم تحضرك واو بدها صوره بدها صوره قبل صوره صوره مع هيدي الجبنه بلا ما تدوب التليفون يا كريم واو انتوني روح لحط ايدي حدو مرسي ريشار مرسي ريشار مرسي ريشار اوكي مرجع مرة الفتي اوكي نيو جيرسي فنزويلا وغيره غيره نرجع على الفتة نرجع على الفتة ما عم بيقشعوا شي برم لهم ظهرهم وبدنا نعلمهم الفتة برم لهم ظهرهم طيب يلا 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 لكن خبز المقلي حمص بهارات خفيفة يلا لبن اوكي
حلوة. شو بدها بعد؟ في شغلة مهمة لازم دايما نركز عليها، انه هولي ما في تتركهم وتفل. لا جلدعوا بلحظة دغري بلحظة دغري. اوكي وعملناهم في سمنة بلدية. يلا شموا الريحة الأولاد وركضوا. السعودية عم تحضرنا. السعودية لازم نروح لعندهم. السعودية ضروري لازم نروح لعندهم. بعد ما عملنا مش الفول. مش الفول السعودية ما عملناها ضروري. هلا كان مسكر الحدود، احنا مش احنا ما بدنا نجي. بلال وخالد أصحاب السعودية. محمود. أحمد. أحمد. أبيك جاد. شو عم تخترع حدا؟ فكرته قدتو؟ شاكمين إنه رح يطير بخمس ثواني. يا جعل منيح يا أنتوني معا. يا. شو أنا عم يلا. What the heck? فتة؟ جدع. مين بده فتة؟ فتة؟ لبن؟ حمص؟ تبعتوني؟ ديل، ما في غير لاني بلبينا. باقي كله غنج بغنج. كبكير. هيدا. 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 ايوه. ايوه. هيدا. هيدا. بعد عم تسقسق لهون. مهمة. يلا مين بده؟ انا وياك. شكله ما حدا بيربينا. بنذب حالنا. شو لاني؟ هولي كيف المعالي سبيسيال تاكل شلون كورن فليكس. ذوق. لكن حياتي شو حضرتي هون؟ جاتو. شوف لي هالجاتو. فيو موتارد من فوق، مايونيز دو ديجون، مايونيز دو ديجون موتارد، وشقف جامبون سمك وجبنه دايمه من جوا. رح دوق عنك تشوف اذا منيحه، يعني افتح لك الطريق. اوكي في محطه هالمره. معقول؟ شو قلت لي؟ جاتو بتحط سحر بكل شيء اكل بتعمله. هيدا بتعرفوا اسمه؟ في جاتو غلاسي. هذا جاتو سيلي. جاتو سيلي. روعة روعة روعة. شو بدأ واحد يعمل أكل طيب؟ بدأ نفس، بدأ حياة، بدأ إحساس، بدأ قلة تخبيص. مش معقول توني. بس هيك هيك عن جد عم بتحس بطعمة الحب والإحساس والحنان ومحبتها قلنا. ايه اوكي. أنا ما دي بعد. طيب what's next؟ ما فينا نودعهم هلا، بعدنا بأول طريق. يلا شو عنا؟ شو هنخترع؟ هنعمل بعملكم بعد ساندويشات، خبز مقلي، حمصات طيبين فعلا. حتى لو علب طيبين. ايه طبعا. هلا ما وشوية كاجو هون وهون، خبز مقلي. بتعرف الشغل اللي عندك ما بحس بالتقيل، تقيلة يعني زبدتك بتجي هيك سموز. ايه والحمص بيجي بلا اشياء. شو استعملت شو الزبدة؟ هاي مش سمنة؟ سمنة؟ اسم الله عليك. مش مبين سمنة. السمنة اللي انت هيدي السمنة اللي انت قلت لي هي احسن سمنة جبتها من ضيعة. اللي هي الزبدة اللبنانية. لوكال هوم ميد. هيدا شي 5 مليون كالوري. هيدا لا لا
هيدا كل بيت لازم يكون عنده اياه. انبسطت كيف اللبن سخنتهم شوي الفتة. في ناس بتحطها مسقعه بتزعج. هي لازم تكون بحراره الاوضه اللي انت فيها. اللبن جاي جرب شو لاني طيبين؟ ايديا الشكل يلا بعملكم بعد ساندويشات. عم فكر شو بدنا نعمل بعد. فينا نعمل ساندويش كثير بحبه انتوني انا اللي هو مانجو تشاتني. حيالا نوع خبز بنحط مانجو تشاتني بنحط يلو تشيدر وهلا ما عندي روكا يعني بس بالعاده بنحط له روكا. بنرجع وقتها بنسخنه بنخلص بنزيد له مايونيز وبندوره ملح وروكا. اليوم ما عندنا روكا بس تخيلوا انه عندكم روكا وانتوا عملوه بالبيت مع روكا. يا ما رأيك بيش خبيون عن اللايف تبع امبارح عن سوشي كيكس وذكريون انه الصورة تبع سوشي كيكس صارت على انستغرام وصار فينا كمان ندوق توني السوشي كيك اليوم. امبارح عملنا لايف اللي ما كان معنا امبارح عملنا لايف السوشي كيك اللي هو الشيء بنعمله سوشي كيك هو كناية عن سوشي بس معمول كيك لانه مش هين للعالم تورول سوشيز يلي كان شيء كتير هين ينعمل. بليز شوفوا اللايف تبع امبارح كتير هين وكتير حلو يعني it's a nice thing to prepare. سو هلا قصيت الخبزة وتقلتها بالبندورة تدلها فاتحة شوي. عبنقي جبنتي سو عبنقي يلو تشيدر ميكس يلو تشيدر and white cheddar مساقبة. إذا ما عندكم الاثنين يعني بلاقي إنه كتير مهم اليلو تشيدر. طيب هيدا بس إنه هيدا اللي بقي منه بس طلعوا اللايرز على جنب مقسم لايرز مثل ميلفاي لاير ورا لاير ورا لاير ألوان حلوين. وهلا رح ندوق توني توني رح يخبرنا إذا أكلت مرتي طيبين. أنا عبالي كفي فتة أمرنا لا الله الفتة بتاخد العقل بتاخد العقل شغل كتير حلو. لكن توني جا خبرنا جا خبرنا هيك شي مهضوم حلو بيضحك صار معك هالسنة. شي مهضوم بيضحك صار معي هالسنة شي مهضوم بيضحك صار معي هالسنة لا باخذ نص ساندويتش. اوكي شي مهضوم بيضحك صار معك هالسنة. مهضوم بيضحك مهضوم بيضحك مهضوم بيضحك مهضوم بيضحك آه الخبرية اللي خبرتك اياها يلا خبرني. ايش هاي حبيته؟ في واحد من هذول اللي هلا داش قصة المنجمين والقصارين هلا اجوا بيجوا اخر السنة وبيطلعوا بصروا حلو على قبري كيف كيف يخبرهم؟ ايه ف في واحد بعرفه من هوا الشباب وزبون عندي فعملت معه هيك لعبة صغيرة. انا ما اكلت امبارح ركزت على الجامبون. عملت معه هيك لعبة صغيرة ف اخذت منه قديحة. بدك بلش خبريه كيف بلشت. قلت له توني حضرت هول خبرونا اخبار امبارح على التلفزيونات وكذبوا على العالم. قال لي هون توني بكل عقلك هات خبرك هالخبرية. وهيك بلشت. ف قامت شلت قلت العب معه لعبه شلتها وضبيتها على القديحة ديبون دعاية لديبون فيك كنت بحوها اذا بدكم. ف بيطلع بسيارته وبفل بيرجع بعد ربع ساعة قال لي توني توني قلت له شو بك؟ قال لي الضحك نسيت عندك. قلت له لا. قال لي مبلا نسيت عندك على الطاولة. قلت له لا يا فلان عشان ما سمي اسمه. فقال لي لكن بلا. قلت له ليك من الاخر فتح مندن بتعرف مين اخذ لك ضحكتك. عذبته شي ساعة بس رجعت اعطيته ضحكته. انا ما قدر ينجم ويفكر ويعرف وين الضحكة. ينجم شو؟ رح نترك هلا كريم كثير طيب حياته كثير كثير طيب. اول ما شفته كنت عتلين هم انه يمكن الرز بالاخر شوي سميك بس روعه. اللبنه اللي بقلبه اذا انتبهت كثير ظابطه وفيت بقلب الرز يعني ما مبين اذا اديشن لاير. المايونيز على قد على قد اللي مستعملتها سمو جريت كواليتي وانا حبيتها اكثر بكثير من الثين سلايسز لانه عاطيه قيمتها.
بأكثر بس بدي أفرجيكم قديش تشادر حطينا بالخبزة. هون حطينا لير مانجو تشاتني، رح فرجيكم المانجو تشاتني كيف بتكون. اوكي سو وهلأ رح نفوتها وبعدين رح نرجع نكملها. نال هيدي لوقة لو بدك تجلسها. هاي يلا جلسها. رح نخلي كريم يدوق السوشي كيك، رح نعطيه شوكه حياتي. وبهالوقت بدك تعبي الوقت ونخبره خبريه قبل ما يخلص الساندويتش. يلا نعم. خبريه شو بدنا نخبره؟ خبرهم خبريه اللولو. خبرهم لولو. لولو؟ يلا. لا ولا لولو. لولو؟ اه لولو. امبارح كيف كانت الجمعه؟ شباب اصحابي باستراليا بعيدهم، فانا عم بدي اقول لهم على اساس انه قلت قبل العيد بيطلع هيك، لانه بعد العيد بيطلع عندهم 12 بالليل، رح بعيدهم فينعاد على استراليا وعلى على على امريكا. كان بعد 6 ساعات يعني بعد ما صارت امريكا معيدوا بامريكا، بعد معيدوا بكندا. يعني هلا وقتهم، يعني هلا بين دقيقة ودقيقة كله بعيد وبس. هيك بدي خبر هلا. انت خبر هات والله بس بدي خبرك انه الكل عم بياكل سوشي كيك قد الساعة. لا روعة روعة سوشي كيك. احنا عم نعمل غدا يعني، وغدا رح نتغدى. ايه هيدا التوني هيدا بتحطه على وجه اذا عم بدك تسألني سؤال. عم بياكلوا؟ تفضل وتجرب تطلعها هيك. طلعها. تعلمت شي هالسنة؟ ايه ما تعلمت شي كيف يصوروا هيك؟ بلا ما بصورك شو بدك يعني؟ ايه عظيم. لكن نرجع من لكم هلو، نرجع من لكم هلو. مثل هدول المصورين اللي اجوا معنا من نرجع من لكم هابي نيو يير، نرجع من لكم ميرسي لانه كنتوا معنا هيدي السنه. كيب ات اب كيب ات اب كيب ات اب. بوزيتيفيتي اتراكس بوزيتيفيتي، نيجاتيفيتي اتراكس نيجاتيفيتي. اعطوه من قلبكم كل شيء منيح، كل شيء بعقد. شو يعني المنيح؟ شو يعني الخير؟ شو يعني السعاده؟ يعني واحد يضل كل الوقت هيك مبسوط، يضل مجمع مصاري؟ شو يعني؟ ما هي الحياه كلها اكسبيرينس، فيها طلعه فيها نزله، شركه بتربح شركه بتخسر. هلا صح وقصيره، اكل طيب اكل مش طيب، خناقه على بكره متصالح عشيه، فيها كل شيء كل هالاخبار وبكل سنه فليش نحن ليش بدنا نتذكر بس الاشياء العاطله؟ فسنه قديمه خلص متوى الصفحه، منخزق الكتاب منكبه منبلش من جديده. ما ننطر سنه بنهار زيت ولا كل شيء نيجاتيف نمحيه 100%. خليك على البوست ومنقول لهم هيدي السنه منبلش من اليوم. من اليوم كل نهار بنهار. شو بدنا نعمل؟ بدنا نكسر الدنيا. ايه؟ وبدنا نسافر على مدري كم بلد. ايه؟ وبدنا نعمل شركات ويشتغلوا، وبدنا نوظف ناس مصر. وبدنا نلتقى بالناس اللي بنحبهم، وبدنا نساعد، وبدنا نعطي، وبدنا نكون كريمين، وبدنا نحط شو بدكم على بالكم تعملوا. ايه؟ وبيزبطوا. As the universe, the universe gives back. كله بيزبط. بس اذا واحد يقعد بالزي يكون هربوا شغل ما في، والحالة تعبين ومش ماشي الحال، ولك هالسنة ولك شو عملوا فينا بكورونا، ولا شو الفاكسين، ولا شو شو بدكم هالخبار؟ لك هيدا النق ما له معنى، ما بيطعم خبز. الحياة مكفية ومكفية. في كتير عالم من هول الشاطرين تبع اللي أهين له ينزلك لعنده ما يطلع لعندك. لك هو الخسران، هو بيضل تحت، انت بتكون وصلت 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 وبيطلع بعد 10 سنين لك هو وين صار سبقني وانا بعدنا عم نق. keep it up You can do it. نحن هون كلنا مع بعضنا. And yes, we can do it. Yes. أنا شايف لك أنه هونيك فرم السوشي كيك. ماذا لك قولي 10 عشية شو بعمل؟ خلص بيخدك لعندي على البيت. إيه. بعملكم صار مشيتنا. يلا. بنرجع. خبرنا عن الجامعة. Experience. University years. قديش حلو. كيف رجعتوا التقيتوا. After سنة ونص تقريبا online. Back on campus. تعقد الانتراكشن بالصف اضبط، بنسال بتشوف اصحابك، بنتغدى بعد بين الصفوف، يعني better than online and it was amazing. beautiful. السوشي كيك از واو great excellent. طيب انا بعد عندي شغله وحده بدي اتذكر وارجع اقول ميرسي لكل حدا بعث لنا دونيشنز هذه السنه. كل حدا ان كانوا البيج بويز وابراهيم سويتس اللي عملوا وان ايتم فور لبنان باستراليا، ان كان الدونيشنز اللي جبتها معي من بارميتي بدبي وبابو ظبي. انا بدي 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 بدي, بدي. في وقت اللي بلشنا بالكل وطعمي صح، بتشكر كل واحد قدم، كل واحد حقيقه اجى كتير عالم. اوكي كانت الاشياء صغيره بس كانت كتير كتير فعاله.
لأنه كانت تعطيشي دويمي دويمي دويمي. ممنونكم كلكم والله يقويكم. وبدي أخبرك شغلة يوصل لعندي واحد مرة ضابط بشيش ايه تعرف هالأيام هذي معاشات بالأرض صح جاي معه 400,000 قال لي جاي يعطيه ونحطهم مشان كله طعمه واو قلت له ما اوكي بابا قال لي لا انا هيدي اوكي ما عم بقدر اوكي هاي هي وحطها حتى لو كان اشي صغير كثير فادي كثير فادي مظبوط ونرجع بنقول للكل في ناس بعتت دولار في ناس بعتت 10 في ناس بعتت 20 في ناس بعتت 1000 في ناس بعتت 2000 في ناس بعتت 10,000 بكل برمات اللي عملتهم رحت على ابو ظبي رحت على دبي بكل الكول تو اكشن اللي عملناهم اراوند ذا وورلد بكل الدونيشنز اللي بعتوا بكل العالم اللي بعتتنا كنا بنعمل من كل لبنان لكل لبنان بلشنا بكولو طعمه من كل لبنان عملنا اكبر طناجر رز عجاج اشترينا مونه 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 قد ما بدكم بميات ملايين الليرات كثير عيال استفادت كثير عالم اشتغلت وكل هول نحن ما كان فينا نعمله لو ما انتم دعمتونا بقول لهم هيك الشغله بدك تخبرها كمان انه انت وقت عم تشتري موني عم تضرب عصفورين بحجر واحد صح عم بتساعد اللي عم يعمل الموني صح وعم تقدمه عم تدعم الاقتصاد عم تعطي الصناره مش السمكه ايه؟ عم تحول عم بتحول صح هيدا هو اللي نحن ما عم نعمل لازم نعمل هذا الشيء ما بنعمل انه نعطي السمكه بدنا نعطي الصناره ما بدنا نبعث مساعدات كونتينرات أيوة. بدنا نعطي الصناره اللي بده شغل بنعمل له شغل عائلته بتضلها ببيتها بيقدر يطلع مصاري بيدفع بيقبض معاش بيشتغل الست البيت القاعده ما عم تعمل شيء فيها تعمل موني نحن بنساعدها تبيعهم بنشتري منها الموني بتعمل غيرها بنحرك الاقتصاد عندك شقفه ارض عايز شويه مكانات كرمال تزرعها بنعطيه المكانات فما مدنا ممنوع 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 يتعود الناس على يلا قاعد وبيبعث لي قرابتي $200 لا مش هيك خليه يبعث له 200 و300 و400 لسبب ما انت يشتري فيهم شيء فيهم شيء صح لبعد زراعه فينا زراعه فينا انتم فينا موني فينا ارتيزانا فينا لوك خشب فينا شو فينا انتم ايام زمان ببيروت كان في مثل هيك بالشوارع ينقال اذا بتحط بلبنان ببيروت ابره مطعوجه بتبيعها بتبيعها بيجي واحد بيطلع بيقول ليه هالابره مطعوجه بيشتريها بروح فيها على البيت مش بس الدعم المادي اللي بيعمل فرق الدعم المعنوي وقت العالم بيدعموك معنويا لو اذا مش قادرين يودوا كتير بتاثر تا الواحد يضلوا مكمل كل واحد هيدي دعوه اليوم لا بدي الصوت مساكت كتفيت بمحل شيء كثير جد كل واحد كل واحد بتسمعوه عم بسب لبنان ضربوا كف كل واحد تسمعوه عم بقوله واحد تاني ليك شو بعدك عم تعمل بلبنان ضربوا كف كل واحد تسمعوه مش مائز من لبنان ضربوا كف كل واحد مش عارف قيمة لبنان هيدا خاين الوطن ما يكون صاحبكم ما يكون صاحبكم ممنوع بدك تفل فل أنا بسافر وبيروح بشتغل أولادك لازم يروح يتعلموا برا إذا هون ما عم يتعلموا لازم يروح يعملوا ستاج برا بس ما يفلوا قرفانين ما حدا يفل قرفان هيدا وطنك هيدا أرضك هيدا بلدك عايزنا نحن نرجع نبني دولة ما في والقاعدين على الكراسي بعضهم عم بيتقسموا الجاتو وكانوا امبارح سهرانين بأحلى سهرات بالعالم كلهم مع بعضهم ورا الكاميرات شو بنقعد نتفرج عليهم؟ لا يكفوا نهب؟ لا لا نهب وخلصوا أهم شيء ما نرجع ننتخبهم هذا غير موضوع ونحن نرجع نبني وطن مع بعضنا فعلى الأساس بقول بتبلش بي نعمل دعاية حلوة لبعضنا هو اللي لازم نحطهم رؤوس أقليم تبع 2022 1 دعاية أفضل للبلد 2 نوقف نشر غسيلاتنا لبرا اللي ما لهم طعمة ونق منوقف 3 بندعم بعضنا ومنحب بعضنا ومنحترم بعضنا أكتر تالغير يحترمنا لأنه الغير مزبوط. ما بقى يحترمنا وصار يعتبر إذا أنتم بتحبوا بعض بدنا نحبكم وهي كتير مهمة أنتوني صارت برا مية صار لبناني كلاس بيلي طول عمره كلاس أه هيدا أهم شيء وآخر آخر آخر واحدة آخر واحدة نفكر بي في شغل للي بده يشتغل سوا نرجع نبني لبنان وفي كتير كتير شغل في كتير مبادرات في كتير ناس عم تحط دمها وقلبها عم نقضي وقتنا اجتماعات 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 مع كتير اشخاص مهمين من هون ومن برا عم بتحط كتير امل تتعمل فرق كتير صغير وكل واحد في بلش وحده بتركب كهربتك بتهتم بجيرانك بتعمل فرق صغير بتصرف اقل بتعمل ريسايكلينج اصلا من زمان وجر كان اللبناني معتمد على حاله اللبناني بيشتغل بضب مصاري لاخرته
اللبناني بيعمل انشورنس لحتى لي انه ما في انا عندي حدا حميني اذا بدي فوت على المستشفى. فمن زمان وجار اللبناني هو منتبه لحاله، هلا وقفت انه ما بقى يكمل انتبه لحاله ما بعرف. يلا بدي مكفيين على هالاساس. ميرسي على بلشت خبري اذا ما حضرتوا فيديو من الاول. انا دق الباب وفات وقال لي ماري هابي نيو يير، هذا المون بلان الوطني تبع السنه. اه بلدي. فجيب مع بلدي فجيب معه مون بلان، يعني صاف اللبن 5 كيلو يلي هي تعبت البقره فيه يومين يومين تنبلش السنه على بياض. حياتي وين صرنا؟ هلا طلعنا الساندويتش، ما بدنا الجبنة الدوب كلها، يعني ما بدنا اياها تصير بتمغط لانه بدنا نقدر نرجع نفتحها، اذا صارت بتمغط فتحناه بده يصير عنا مصيبة. بتمغط منيح ومش عنا واحد عليه. هيدي مايونيز ديجون. اوكي. اوكي. كبيس. ضروري نقول ميرسي. لا باتريسيا ولا مارينا هلا هلا عملوا لايك وعملوا بعتوا سبورت اند دونيشن لك. ايه بوسيت بوسيت بيطلع لكم. ايه بوستان. اه لا يلا بوستان بيلعبوا لك بخدودك. لا بلا اوكي بعتت 50 يورو يعني انا مش فاهم مينيمو بالخدام. حطينا برادوره هي عم تشتغل، شو رايك نسولف؟ ايه كانت عم تقول حطت مايونيز ديجون، يعني انه ليه سموه ديجون مثلا؟ انه كان واحد اسمه جون عم بيعمل مايونيز يقول يو 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 طلعت كثير معي طيبه هيدي سموها ديجون يعني. من ضيعها هونيك مثل بليله جل الديب. اه اوكي اسمها ديجون ضيعها؟ مش جون يعني. اه سايتون امبارح. اه ما انت بس لا والله رجعت طولت ولا سويت؟ ما نال خلصنا بالعادة بيكون في ركة للبندورة، ما تنسوا تحطوا ملح. سكرنا. بده صورة؟ بده صورة. حرام نال عم تشتغل تقعد 10 دقايق وساعة تعمل ساندويتش، نعمل لها سحر بخفي لها اياه دغري. نبات كن يوفير حياتي مش عفوا ماشي الحال. من تندو عم نتعلم حياتي. هل تندو هلا ديفيد كفر ما بيقدر يخفي بسرعة لا بيخفي لا ثاني. اوكي حاعطيكم صحون تما تخلوا تسيبكم. شكله شي شكلي تاني. لا فيه في 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 شغله فيها ايد واجر. عندك ثلاث مطاحن هون كمان بقى تاكل بقى اثنين. ما بتكون حياتي من من له ماشيين لهم بار لهم عن جد مساء على كل شيء هالسنه. كانت سنه بتعقد بوجودكم. لا ما تقول باي بنعملها وقت من سنتين ثلاثه. لا بعمل لك كثير. سو كانت سنة بتعقد بوجودكم، وإن شاء الله كلنا نتعلم من أغلاط الماضي ونحسن حالنا سنة الجاي، وتكون السنة بتعقد بتعقد بتعقد. إيد واحدة ما بتزقف، إيد واحدة ما بتزقف أبدا أبدا أبدا. وأنا اليوم بدي أقول لها ميرسي لبطلة العالم يلي بلاها ما في اكونت، بلاها ما في شغل، بلاها ما في سفر، بلاها ما في اولاد، بلاها ما في شيء. انت بطلة العالم وورق كل رجل معتر مثلي. امراه عظيمه. حسيت ما كان لازم تقولها. ايه قلت مزبوط معي. توني بلا بلا يا ابني بلا من قلهم باي. ما بنترك وحده دقيقة. وفي عنا حدا عم بيعمل هوفر هون نظف المطبخ. ثانك يو سو ماتش، ميرسي فور جوينينج. هذا اول فيديو من السنه، ان شاء الله هالسنه بتكون بتعقد مع كل الاشخاص يلي وقفت معنا هيدا السنه. المودريترز كلهم بتعقدوا، ميرسي على كل الوقت على الساعات اللي قعدتوا معنا مودريتنج ذا شانل. فللكل هال 250 20 واحد عم بيحضرونا هلا، المودريترز قولوا لهم ميرسي لانه بلاهم نحن ما في نلحق. مرسي لتوني، مرسي لمارك بيروتي، مرسي لشربل، مرسي لماركوس، مرسي لكتير عالم، لكل هالعالم اللي وقفت معنا. مرسي لنال.
ميرسي لكريم، ميرسي لكريم، ميرسي للتيم كله سوا اكيد، ميرسي لراي ولالياس ولزياد ولالي ولعلي، ميرسي لثلاث اولاد يعني يكون عندهم باي مثل مش صعبة وهيك بنخلص سنتنا بنبلش سنت الجاي باشياء روعة. لبنان بضل وجدال يبقى اكيد قضيتنا الى ابد الابدين، بنحب الكل، بنبرم عند الكل، بندعم الكل، بالاخر لبنان هو الاساس، لبنان هو هون، لبنان كل شيء وما رح نوقف لو شو ما صار، لا لا راسنا براس كل العالم يلي ما بده هالبلد يكفي. مظبوط، ثانك يو، ستي بوزيتيف. والله 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 كيف الانجليش جود جود.